هذا الفيديو برعاية فرصة Q8. السلام عليكم شباب، معكم بشاكر. اليوم بقدم لكم فيديو تحليلي لآخر تريلر نزل للعبة باتلفيلد الجديدة، وإن شاء الله نشوف مع بعض شنو الشغلات اللي ممكن نحصلها بالجزء القادم للعبة باتلفيلد. بالبداية نشوف جندي ألماني لابس قناع يستعملون الحماية من الغاز، فمن الممكن أن نشوف أنواع غازات مثل يستعملونها في الغارات قبل هجوم على المواقع، وبيد عصاية خشبية وعليها مثل سبايك أو الأشواك، وهذا ممكن أحد ذبحات السترث بتكون باللعبة، أو حتى السلاح رئيسي بتكون شغلة جديدة على السلسلة. ومبين أحداث اللعب راح تكون بأوقات الحرب العالمية الأولى، وبعد نشوف شكل يدل على الشرق الأوسط أو ستايل عربي قديم، ومبين أنها سيدة على وجهها علامة كأنها لقبيلة معينة، وهذا أهم شيء مثير للاهتمام. وفي حصان باللقطة، وهذا ممكن أن يكون وسيلة نقل وستايل جديد على السلسلة. فمن هاللقطة أتوقع أن راح نشوف أماكن من الشرق الأوسط ويخلون مراحل بالصحراء أو شغلة مشابهة لستايل العرب القديم. وبعدها لقطة الجندي فوق الطيارة ماسك المشين جان وتحته مدينة، والجرافيك من هنا مبين أنه راح يكون روعة، وعلى كلام مبرمجين أن اللقطات ماخذينها من رسوم اللعبة، وما استبعد أن باتلفيلد دائما جرافيك اللعبة فيها ممتاز. واللقطة بعدها نفس ستايل أول لقطة، بس هالمرة الجندي ماسك شبل بدال سلاح السبايك، فأتوقع أن الذبحات اليدوية راح تكون موجودة باللعبة. وبعد نشوف معركة طيارات بمكان ضيج، فأتوقع أن التحكم بالطيارات راح يكون موجود مثل ما تعودنا على سلسلة باتلفيلد، ومبين أن التدمير والطائر الصخر راح يكون موجود وممتاز كالعادة، وهذا من أكثر الشغلات اللي يفتخرون فيها أو يتكلمون عنها المصممين قبل كل جزء. ونشوف دبابات من النوع القديم أو البدائي، والجنود حوالي الدبابة وماسك سلاح كأنه سنايبر أو بندقية، مو مبين عدل، وهم لابس قناع الحماية للغاز، مبين أنهم مركزين على هالشغلة. وهم نشوف طيارة وتحت الجنود لابسين لبس عربي وراكبين حصن، فمن ممكن أن نشوف معارك من طرفين، وحتى بالأونلاين أتوقع راح يكون في فريق جيش عربي. وهني لقطة راح تركز عليها وراح تشد انتباهك، وكأنها من الجيم بلاي للعبة، والمكان كأنه غابة، وهم ملاحظ أنه في غاز بالجرافيك شيء خيالي. ومن أكثر الجنود اللي شكله شد انتباهي هو هذا، وشكله شخصية قوية ولابس درع حديدي بالكامل كأنه فارس، وشكله مثل ما نقول هني متعافي وماسك بيده ميني جان وقاعد يذبح بالجنود قدامه. حاولت أحدد شنو لبسي لابسين الجنود، وأقرب شيء لهم أنهم جنود آسيويين. وبعدها جندي ماسك سلاح ناري أو فليم ثراور، فهل توقعون أن اللعب راح يكون فيها مثل يعني زعيم أو بوس قوي؟ بس هم استبعد لأن هالشغلة ماكو مرة كانت موجودة بطور القصة بأي جزء من أجزاء السلسلة. وهم في لقطة حق قطار ماشي بسرعة كبيرة، بس مو ملاحظ فيها إلا أن المكان صحراوي واحتمالها تكون مرحلة داخل القطار. وبعدها نلاحظ أن في سفينة حربية أو باتل شيب، ومن ناحيتي أتمنى هالشغلة تكون موجودة بطور أونلاين، لأنه راح يضيف متعة كبيرة وتنويع باللعب. ونشوف نوع من أنواع القذائف، وهذه مثل العادة يستعملون حق مسافات معينة بالحروب، حق مدارات حربية وحتى للبشر. ولقطة مو واضحة، أعتقد أن سنايبر، بس للأسف مبين أو اللقطة سريعة فصعب أنك تلاحظ. واللقطة الأخيرة نشوف الشخصية مبين عليها الرئيسية، وحتى أن أعتقد في نسخة فيها فيجر يطلب أوردر والفيجر على شكل الشخصية هذه. وبالأخير أتمنى يكون عجبكم التحليل البسيط والسريع، وأعطونا رأيكم. أنا أتوقع أنهم راح يعيدون اللعبة من جذورها ويعطونا هالمرة شيء مختلف عن زائل طافت. ولا تنسون لايك وكومنت وتابعوا القناة، يعطيكم العافية ومع السلامة.